والله يا اخي مش قادر اقف على رجلي اصلا. هو صحيح انا قابلت نزلي هنم وسقتني عليك وقالت لي انت انا عملت ايه؟ هو انت عملت ايه بقى؟ بكره اتكلم. انت قابلتها وما كلمتهاش؟ تعبان يا امين وعايز انام، خلينا نتكلم بكره. انا كمان تعبان وعاوز انام. تصبح على خير. انت من اهله. انا هسيبك ترجع الجراند اوتيل ومش هقول لاي حد حاجه من اللي انت حكيتها لي. بشرط يا علي تبقى عيني ورجلي في الجراند اوتيل عشان اساعدك تعرف اختك فين ومين اللي قتل ماهر، وده سر ما ينفعش حد يعرفه.